مستر ميشيل ما شاء الله، عندنا محمد الشناوي، عندنا علي لطفي، عندنا مصطفى شوبير، وهو شغال مع ثلاث حراس بيفكر برضه للمستقبل، بيبص على حراس مرمى قطاع الناشئين، خاصة إننا بنشوف دلوقتي علاء حمزة بيطلع يتمرن معاه وهو حارس مرمى منتخب الشباب، أحمد طارق سليمان برضه حارس مرمى صاعد واعد بيطلع معاه في التدريبات. وي اون دي 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 بوغاردين بالظبط، عندنا حراس على مستوى عالي. ممكن لازم برضه نشتغل مع الناشئين ومع الشباب في نادي، نادي كبير نفكر في مستقبل النادي. انا بتكلم على الناشئين او الشباب. اعتقد لما توصل لسن 20 سنه كحارس مرمى المفروض توصل، لازم على الاقل توصل مستواك يأهلك تبقى الحارس الثالث الفريق الاول. طبعا لما على 20 سنه ما نوقف نقول نحكي ان هو لسه حارس صغير، مفيش حاجه اسمها 20 سنه ويبقى حارس صغير خلاص. بشوف حراس كتير عندنا، في لعيبه في حراس بيلعبوا في ريال مدريد وسنهم صغير، وفعلا حارس لما كنت بلعب نادي شارل دوروا النادي بتاعي في لعيبه كانت بتلعب عندها 16 سنه ولعب لعب قدام نادي جنت. انا بتكلم مبدا انه 16 سنه لو انت عندك الشكل اللي يأهلك انك تلعب والمهارات اللي تأهلك تلعب كحارس كبير، ممكن تلعب مع الفريق الكبير بغير اي مشاكل. ولذلك دايما فكر بشكل ايجابي، بشرط يكون عندك الامكانيات والموهبه والمهاره انك تلعب كحارس كبير، ان الموهبه اللي تأهلك تلعب مع الفريق الاول. وانا بشوف ان هنا عندنا حراس مستوى كبير في الناشئين، زي ما قلنا حمزه، الاسماء اللي حضرتك قلتها، حمزه علاء بيلعب مع المنتخب الوطني الناشئين، وشايف ان هو لعيب كويس قوي وعنده بدنيا قوي، وشايف احمد طارق برضو، وبرضو غيرهم في حراس تانيين جم انضموا لينا مع الفريق الاول. واتفرجت على عملت زي جوله، اتفرجت على الحراس الناشئين بتوعنا وكانوا بينضموا لينا من وقت التاني، بعض الحراس مع الفريق الاول شايف مستواهم كويس، وكونت راي تقريبا بشبه كبير عن كل واحد فيهم، اذا مين كويس نقاط ضعف ونقاط القوه، وايه اللي ينقص دلوقتي بالنسبه لحراس الشباب عشان يقدر يلعب مع الفريق الاول. حمزه شفته بيلعب مع المنتخب الوطني من 3 أو 4 أسابيع، حضرت الماتش مع المنتخب الناشئين وشفته وهو بيلعب في نادي في ماتش في ملعب بيترو سبورت، لان في التمرين وفي المباريات. انا بعرف اللعيبه، لعيبه 20، ده الموسم 23 بالنسبة لي كمدرب لحراس مرمى على التوالي، 23 موسم على التوالي. شفت حراس كتير في التمرين كويسين جدا وأقوياء جدا في التدريبات، لكن من ذلك في المباريات مستوى متوسط عشان الضغوط تبقى عليهم، ما بيستحملوش الضغوط اللي تكون عليهم، وما بيقدروش يلعبوا أو ينتجوا الشكل الجيد اللي بيظهروه خلال التدريبات. عشان كده بحب دايما اتابع الحراس خاصه الناشئين في اللي هم مرشحين يلعبوا الفريق الاول، بدءا من سن 16 سنه ابتدي اشوف مبارياتهم عشان يبقى عندي راي مين يقدر ينضم الفريق الاول في المستقبل، واقدر اشوف حتى ان اقدر اتكلم معاهم ايه اللي يحسنهم، واتكلم مع الحراس السؤالين ايه اللي محتاجينه، واشوفهم ازاي يغير نظرتهم لكره القدم، ازاي ممكن يتعاملوا مع كره القدم بشكل احترافي. لان في بعض الحراس بيحاولوا بعد كده في المستقبل يلعبوا لكره عشان كوسيله كسب عيش بس للفلوس، وما بيحبوش كره القدم بشكل كبير، بيحبوها بس كنوع من الدخل. وفي العالم الحديث ان دي حقيقه، ان في بعض الحراس بيلعبوا كره القدم، عندهم شغف في كره القدم عشان كمصدر عيش. طبعا انت عشان تلعب كره القدم لازم يكون عندك عيش اللعب وعندك هوس لعب زي ما بيتقال، وبعد كده بتيجي بقى موهبتك، وبتيجي طبعا يكون الحب والشغف والموهبه. بالنسبه للناشئين لازم يكون موجود العنصرين، في عندنا في عناصر كويسه بالنسبه للناشئين، المفروض دوري ان اكتشفها واضيف كتير ليهم.